عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد الحمد للہ المتوحد بالعظمت والجلال المتقدس بالحسن والجمال هو الذي خالق لجميع الشيء والأمر بيده مفاتيح الدهر فتبارك الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أوجب صلاة العيد على كافة المؤمنين من الكائنات وحرم عليهم الصوم في الأيام الخمسة يوم عيد الأضحية وثلاثة أيام بعده متتاليات والخامس يوم الفطر زيافة من عنده للمسلمين والمسلمات. الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرضون السبع والعرش العظيم والكعبة الحسناء والركن والحتيم والزمزم ومقام إبراهيم. تعالى الله ذو الجلال والإكرام وتبارك الله الملك القدوس السلام ذو العظمة والقدرة والكبرياء جل وعلا ذو المجد والعز والآلاء. سبحان من تقدس ذاته عن التشبيه والتمثيل سبحان من تنزه صفاته عن التغيير والتبديل سبحان من تعطف على البرايا بالكرم والجود وتكفل بأرزاق العباد لأنه الملك المعبود. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تطهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أوصيكم أيها الناس اعلموا أن الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستطاعة وأوجب الأضحية لطفا وكرامة فجعلوا براقا ومتيا ليوم الحسرة والندامة. روي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما هذه الأضحية يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال بكل شعرة حسنة سملوا زهاياكم فإنها على الصراط مطاياكم. ولا تذبحوا أجفاء ولا أرجاء ولا أوراء ولا مقطوعة الأذن ولو بواحدة فعل كل واحدة منكم شاة سواء كانت ذكرا أو أنثى أو سبع البقرة أو الإبل. فكبروا أقيم الصلاة المفروزة من فجر عرفة إلى عصر أيام التشريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم أجمعين إنه هو الغفور الرحيم. عید الاضحیٰ کا دوسرا خطبہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق
وعلى الناطق بالصدق والسباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم على السلاطين الكرام والخواقين الإزاب الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خزل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر